يا أبو فاضل جنت يم زينب ويجي وقر لمصابك الناس تشوفني بس صيرتي بوضع ما يخفى علي عليك زينب يا قمار لا تعوفني. هذا البيت لقضاء الحوائج وكل مريض. أنا يا ساقي قلبي جمري يريد بختك بختك حشاك تعوفني لا على بختك يا أبو فاضل عليك قسميت بختك بجفوفك ردت تمسح علي علي يا بجفوفك رديت تمسى يا حليه.